السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتونا جدا جدا من الأسبوع اللي فات لغاية النهاردة. الأسبوع اللي فات كانت معانا موضوعات جامدة ومشاكل، فالنهاردة قلنا بقى إيه نريح شوية كده ونجيب حاجات خفيفة علشان ما تزهقوش مننا من كتر المشاكل اللي إحنا عشان إحنا لسه كمان عندنا فقرات وحلقات كتيرة للمشاكل. عايزة أطمنكم أهم حاجة إن في الفقرة اللي فات الحلقة اللي فاتت كانت معانا مشكلة خاصة بمنطقة مغاغة بالمنيا، تحديدا الزاوية. تواصل معانا مكتب وزير التضامن الاجتماعي، خاصة مكتب العلاقات العامة، وردت علينا. ودلوقتي بقيت الوزارات الحمد لله في استجابة كويسة منهم على حل المشكلة دي، فأبشروا. يعني نبدأ بقى حلقتنا النهاردة ومعانا الفقرة اللي انتوا بتحبوها جدا، فقرة الشيف. طبعا جبت لكم شيف، مش اي شيف طبعا، زي كل مرة جبت لكم شيف للعزومات، مخصوص للعزومات والافراح بقى والخطوبات اللي انتوا بتحبوها. معانا النهاردة شيف اسلام طه، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه، منورني. بنورك والله، انا سعيد ان انا معاكم النهارده. ربنا يخليك. انت شيف اسلام، انت من فيوم مظبوط؟ انا من الفيوم. طب انت اللي انا عرفته ان انت متخصص في العزومات. شغلنا كله في الافراح، الافراح والعزومات، العقائق. كل شغلنا في الافراح. يعني انت لو حد بيتفق معاك على عزومه انت بتروح مع؟ تمام، على حسب اللي هو هيعمله، ان في عزومه صغيره في عزومه كبيره، على حسب. على حسب الاتفاق. بس انت بتقوم بكل العزومات، كل حاجه، اي حد يطلبك في اي عزومه سادد يعني؟ كل حاجة. ما شاء الله. لا ان شاء الله في اي حاجه. بتبقى انت ومعاك المساعد الصوانطه ده معاك ولا؟ معايا طارق اخويا في نفس الوقت برضو. معايا ناس تانيه شغاله معايا، ناس كويسين، شيفات كويسه برضو. احنا بنشيل الشغلانه يعني كبيره صغيره، اهم حاجه تكون احنا بنشيل كل حاجه. تمام. طب لو جه حد دلوقتي يقول لك انا عندي عزومه 100 فرد. تمام. ال 100 فرد مثلا ياخد منك وقت قد ايه مثلا في اللي انت عقبال ما بتوضب مثلا المنيو بتاعه؟ هو ال 100 فرد، لان الناس بتبقى قلقانه قوي من الموضوع ده، يقول لك الشيفات اتاخرت، الطلب اتاخر، اوردر اتاخر. فانت طمن بس الناس في الحته دي. لا لا، ال 100 فرد بالنسبه لشغلنا احنا مش حاجه، كان انا مثلا بعمل حاجه صغيره. احنا شغلنا يعني كبير، اكبر يعني عدد اكبر من كبير، 500 فرد، 1000 فرد. ده افراح بقى وكده. ده الافراح والعزومات. في مثلا بنضطر ان احنا نجهز الحلويات قبلها بيوم علشان لازم تبرد، عملناها في نفس اليوم مش هتبقى سخنه، مش هتتاكل. فلازم نجهزها قبلها بيوم. ده طبعا في شغلنا الكبيره، بس انا شغلنا 100 فرد وكده، مثلا في حنه وفي اللي هو يوم الدخله وكده، يعني لازم في يوم نروح له بدري. النظام ده بقى في الفيوم. ده عندنا احنا في القريه بقى، انت عارف شغل القريه بتاعنا. شغل الافراح، شغل العزومات، غير بقى البلد كلها جايه الفرح والكلام ده. زي ما انت عارفه كده طبعا. عندنا بنركز اكتر حاجه على اللحمه، حاجات اللي يعني مش على حسب كل واحد ما بيقول لك بالظبط، على حسب الاتفاق. والحلويات برضه على حسب الاتفاق وحدود كل واحد. يعني مثلا في فرح ممكن نعمل فيه بسبوسه ورموش، في فرح ممكن نعمل بسبوسه على حسب ورموش. هو ما بيحدد. او انت ممكن تقترح عليه تعمل ايه على حسب تكاليف الزبون، هو هيكلف خلاص انا بعمل اللي هو عايزه. في حد مثلا غلبان بسبوسه وكاستر، حاجه على قد دي، على قدنا. طب احنا بنشتغل مع كل واحد على نظامه او على اتفاقه. طيب انت قبل الهوا قلت لي في حد عزيز عليك جدا توفى. تمام. فعايز توجه رساله لمحافظه الفيوم. تمام. كعزا ده الحاج مصطفى محمد، توفى الاسبوع اللي فات. الله يرحمه. معانا على الشاشه. الله يرحمه. ده كان عمده البلد، وفي نفس الوقت كان بيته مفتوح لاي حد. الله يعني يرحمه. فالله يرحمه ويرحمنا جميعا. الله يرحمه. طيب تمام، قول لي بقى انت كده ايه هتعمل لنا ايه النهارده كده؟ انا هعمل فرح النهارده. تمام. رز بسمتي ان شاء الله. حلو. وهعمل كبده يعني زي كبده الاسكندراني. وهعمل سلطه الطحينه. هتعمل منيو فرح؟ هعمل منيو فرح، هو يبقى ناقص الخضار بس طبعا، علشان الخضار الناس كلها بتبقى عارفاه. الناس كلها عارفاه. هتعمل رز بسمتي وهتعمل كبده. هنعمل رز بسمتي وهنعمل كبده. تمام. وهنعمل ان شاء الله سلطه الطحينه. وهنعمل شويه كاستر سريع كده، لان الكاستر اسهل حاجه في الحلويات انت عارف. كاستر زي انا ما رضيتش اعمل كريم كراميل عشان ما يتقلبش وكده، كاستر سريع وفي نفس الوقت كريم كراميل. هياخد وقت كمان عقبال. لا الكاستر مش هياخد وقت ان شاء الله. تمام خلاص، اسيبك بقى تبدا. طيب تمام ماشي يا استاذه. نطلع فاصل ونشوف اول فقره معانا بقى ايه. معانا في الفقرة الثانية
دلوقتي قلنا هنقدم حاجات خفيفه بقى وايه والستات والبنات اللي قاعدين دلوقتي قدام الشاشه. طبعا كل واحده ست بتحب تعرف الموضه ايه في الازياء، بتحب تعرف الالوان، بتحب تعرف الخامات اللي تلبسها، خاصه كمان احنا داخلين دلوقتي على فصل الشتاء. الطلبة بقى في المدارس، الست العاملة، فعايزين برضو ايه، عايزين نقول يجاروا الجو كده وتكاليف قليلة. طبعا ما لقيناش احسن من مصممة الازياء الاستاذة رميساء انور، منوراني. من حضرتك ما لقيناش احسن منك تقول لنا على التفاصيل دي كلها، وعايزين نعرف ايه الموضة معاكي، خاصة انا شفت عندك على مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله حاجات روعة وتصميماتك فظيعة بجد يعني. قولي لي بقى، اولا دي هواية ليكي؟ اه طبعا هواية. بقى لك قد ايه؟ بصي انا بادئة حكايتي دي من سنتين تقريبا. من سنتين بس من وانا صغيرة وانا حلمي ان انا ابقى ديزاينر. كنت بحب اعمل العروسه بتاعتي سكريبت دي هوايه من زمان بقى، من زمان وانا صغيره. الحاجات دي بقى ماما بقت تقولها لي لما كبرت. والدي برضو. مامتك نمت فيكي الموهبه؟ لا ساعدتك؟ لا بابايا. باباكي. بابا هو اللي دايما بيشجعني في اي حاجه فيها نجاح. تحياتي لباباكي جدا، وكل اب فعلا يعرف اللي عنده بنت او ولد عنده موهبه وفعلا بيساعده ان هو يكبر فيها، يعني لان الحاجه اللي انت بتحبيها بتنجحي فيها. ايوه تعمليها بقلب كده. دايما كان بيدعمني بصراحه يعني ما شاء الله. بس لما كبرت بقى وخلصت فتره الثانويه فقلت طالما انا حابه المجال ده لازم ادرسه. لازم تدرس. تمام. فاخدت بدات بقى الدبلونت الفاشون بتاعتي. حلو قوي، يعني هوايه ودراسه. تمام. بس وخدتها، خدت كورسات بقى فيها كتير. وبدات اشتغل بقى على نفسي وعلى اللي حواليا لحد بقى ما كل تجربي تجربي الاول بقى لحد تجيبي الغريب. بالظبط. وده اللي حصل. تمام. لا انت عندك تصميمات جميله جدا. انا لما شفت التصميمات قلت سن اكبر من السن اللي انا شفته ده، يعني بصراحه قلت حد كبير عنده خبره كبيره في المجال اللي هو يطلع التصميمات اللي احنا شفناها. قولي لي انت طبعا ليكي اسم كبير على السوشيال ميديا، عندك ما شاء الله متابعين وعندك ناس حابين اللي هم ياخدوا منك، والناس كلها بتشكر فيك، يعني مش عايزه اقول لك كتير كتير جدا يعني. قولي لي بقى، انت كده اول مره صممتي كان احساسك ايه؟ لحد غريب مش حد من العيله، لو حد من العيله ولو في حاجه خلاص ده، لو حد غريب احساسك كان ايه؟ كنت خايفه؟ لا ما كنتش خايفه. كان عندك ثقه؟ اه كان عندي ثقه، وكنت ببدع كمان في الحاجه اللي انا شغاله فيها. ما شاء الله ما شاء الله. طب احنا عندنا صور لبعض التصميمات الخاصه برميساء، يا ريت نشوف الصور اهي. ده ايه ده؟ جاكيت طويل. جاكيت. ده جاكيت. شامو. شامو اوفر سايز. جوب. بليسي. تمام. بليسي. تمام. دي جامب سوت. دي ده كنت عاملاه السيزون اللي فات، لا اللي قبله، وده برده. ده كوليكشن الشتاء اللي فات، ده لا اللي قبله. تمام. ده برده. جميل. ده السنه دي بقى. ده السنه دي. تمام. لا حاجات جميله فعلا. وطبعا احنا هنسالك على الرينج برضو الاسعار، بس يعني ايه نخلص برضو، يعني اعملي حسابك على كده عشان كل المشاهدين اللي قاعدين دلوقتي اليوم اكيد متشوقين عايزين يعرفوا الاسعار، لان كلهم يعني بيبقى عندهم القلق قوي من حته كمان الهدوم الشتوي واسعارها. لا الحاجات ممتازه فعلا جميله. ده كله السيزون ده، الشتا ده. السيزون ده. تمام. دي برضو حلو اللون ده قوي. انت عامله الاثنين ولا الجوب بس؟ الاثنين. الاثنين اللي فوق. تمام. ده بنطلون جلد. بس هو مش باين تفاصيل. ده بتاع السيزون اللي فات، ده برضو اللي قبله. تمام. ده كان اول حاجه اعملها اصلا. ده كان اول حاجه، كان اول حاجه اعملها وانا واعرضها يعني ان شاء الله.
لا حاجات جميله والوان متناسقه وباين طبعا من الخامات ان هي خامات كويسه كويسه جدا. ده جلد. طب قولي لي بقى اولا عايزين نعرف كده منك في السريع السيزون دلوقتي داخلين على فصل الشتاء ايه الموضه بقى يعني دلوقتي للبنات الالوانات ايه؟ بصي احنا دايما متعودين الوان الشتاء بتبقى غوامق عشان البرد اللي احنا فيه لا السنه دي مش كده خالص كلها الوان مبهجة فسفوري بقى نعوض بقى دي. يعني نختم بقى سنه 2020 بحاجه اللي احنا شفناها كتير كدا. بصراحه كلها الوان بقى اللي هي الفسفوري بقى حلوه جدا. تمام. غوامق دي بقى ممكن كافيهات في القماشه بقى الجلد مكتسح والشمواه والجوخ لا مش الاسعار بقى اقول ولا قولي قولي الرينج كام مثلا الاسعار بتبدا من 45 لحد ده ايه المتر المتر 45 لحد بقى 85 وفوق 150 تمام. لا كويس يعني الاسعار بشرة خير يا جماعه يعني بشرة خير اللي انتوا تجيبوا قماش بقى وتروحوا الرميساء تعملها لكم يعني لان دلوقتي اقل جاكيت في السوق انتوا عارفين بقى يعني اقعدوا انزلوا لفوا كده اتفرجوا الاسعار كويسه والماتيريال كمان كويسه جدا. طب قولي لي كده لو جات لك واحده عايزه تعمل فستان سواريه خطوبه مثلا مش هنقول زفاف تمام ياخد منك وقت قد ايه؟ يوم يوم لا كده خلاص انتوا تجروا على الرومانسيه لان احنا بيطلع لنا مناسبات كده فجاه عندنا فرح بعد بكره ومش لاقيين نجيب لبس ومش لاحقين والسايز بتاعتنا والكلام ده كله انتوا تجروا عليه بتقول لكم يوم يوم وتخلصكم يعني هو اقل من يوم كمان بس انا ممكن يكون عندي شغل يوم علشان يبقى يوم إيه؟ ده يعني يعني ما يكونش في ايدي ساعتين بس انا لما يكون عندي شغل لا بدي يوم يعني تكلمك مثلا قبلها بيوم قبلها بيوم وتروح لك لو حد مثلا مستعجل عندك يوم لو مش مستعجل لا بقى يعني بالراحه عليها يعني بالراحه عليها لسه ايه يعني مش عايزه اقول لكم هي قاعده قدام الكاميرا شعورها ايه يعني بس انا بحاول اطمنها جوه بس يعني بحاول ايه اهديها يعني تمام. قولي لي طيب ماشي فستان مثلا جابت لك القماش بتاعه فستان عادي مش هنقول سواريبه ولا الكلام ده فستان عادي لطالبه مثلا في الجامعه تنزل بالجامعه وكده رينجو كام يتكلف كام بالقماش يعني سي مثلا جابت لك 3 متر تمام 3 متر وانت عملت لها التصميم يتكلف بقى كله على بعضه كده كتفصيل او كده كله بالقماش بكله يعني اقصى حاجه 250 ممكن اقل من كده طب اقول لكم حاجه 250 لو جبته فستان شتوي في اي محل لا يقل عن 500 في الرينج ده فعلا فانتوا يعني انا بتكلم اللي كده 50% فاجروا فعلا على رميساء انا هخلص الحلقه واحفظ النمره بتاعتها عندي يعني على المعاناه طبعا لان حته كمان الـ اي مهنه بتحتاج تغيير على طول لما بتنزلي كل يوم فبتبقى عايزه ايه ستات انا بتكلم على الستات بتنزلي كل يوم فبتحتاجي ايه حاجات جديده حاجات كتير وكل يوم حاجه مختلفه فبدل ما تجيبي مثلا فستانين لا عند رميساء تعملي 4 كده يعني بالظبط قولي لي بقى انت على السوشيال ميديا اسمك ايه البيج بتاعتك او رميساء ديزاينر رميساء ديزاينر ديزاينر صح كده رميساء ديزاينر يعني اي حد عايز يتواصل معاكي عن طريق البيج ده تمام اللي هيدخل ومش هيعرف يوصل ارقام التواصل عندنا اهو في ليها رقم اهو للتواصل معاها تمام اللي عايز بقى ياخدها شوت سكرين ولا حاجه من على الشاشه او يتواصل على صفحه الفيسبوك هي طبعا عارضه تصميمات كتيره جدا يعني رميساء ديزاينر صح كده تمام رميساء ديزاينر تمام طيب. ف اللي يتواصل هنا تمام عارف يوصل اللي عايز يتواصل عن طريق رقم التليفون هي بترد على طول
تمام كده. شرفتيني ونورتيني في الفقرة الصغيرة دي، وان شاء الله كل بقى موسم باذن الله كده ايه نستضيفك تنورينا تقول لنا ايه الجديد بقى في عالم الموضه. تمام متشكره ليكي. نطلع فاصل ونواصل فقرات البرنامج. ورجعنا لكم من الفاصل ومعانا، قلنا بقى فقراتنا خفيفة النهاردة مش مشاكل، فجبنا حاجات برضو. الفقرة دي خاصة بالسيدات اللي بتحب بقى تهتم بنفسها، ويا ريت كل الستات تهتم بنفسها بجد. في مبادرات كتيرة كده لتعدد الزوجات، فبنصح لكل زوجة تهتم بنفسها بقى الأيام دي بالذات. يعني معانا في الفقره دي الدكتوره الجميله ندى امان. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، منوراني. ربنا يخليكي، الشرف ليا والله. دكتوره ندى، لاحظت على السوشيال ميديا عندها منتجات تجميل فظيعه. طيب احنا شفنا المنتجات تمام، ما نعرفش المنتجات دي فيها ايه، ما نعرفش معموله من ايه. ما دلوقتي ممكن اي حد بيعمل منتجات ويوزعها. المهم في ناس قالوا لا احنا نجرب. مش عايزه اقول لكم يا كل اللي جربوا منتجات دكتوره ندى شكروا فيها بطريقه كله دعالها. بقولنا لا لازم تجيبها بقى، يعني دي ما تطلعش من تحت ايدينا، لازم نجيبها ونعرف بقى التفاصيل. واتفاجئنا اللي هي كمان متخصصه، يعني دكتوره صيدلانيه متخصصه في التركيبات. منوراني. ربنا يخليكي. وانا عارفه واثقه ان الفقره دي هتفيد كتير من الساده المشاهدين. ربنا يخليكي. قولي لي بقى كده، عرفيني بنفسك بقى كده. انا ندى امام، دكتوره صيدلانيه. تمام. بريبريزنت مجموعه من الصيدليات. موضوع التركيبات ده جه معايا كده ان انا من زمان قوي بتابع جروب حكايات سوكا على الفيسبوك. حكايات سوكا، تحياتي للجميله هدى عبد الصمد صاحبه السعاده. يعني بصراحه انا بموت فيها. يعني وانا كمان والله، شخصيه جد محترمه، شخصيه جدعه جدا، بتساعد الناس. تحسي كده يعني بتساعد الناس من قلبها. ده حقيقه فعلا، مش تصنيع، لان في ناس عندها إيه؟ حاجه حب الناس. لا، والبنات وشايله هم المشاكل بتاعتهم. ده على طول على فكره. بجد انا عايز اقول لك التركيبات دي اتعملت اصلا عشان هي شايله هم البنات. للبنات. طب قولي لي بقى اخبار التركيبات ايه بقى. بس فانا بقول لحضرتك زي كده، كنت بتابع جروب سكان زمان، وانا على علاقه، طبعا علاقه صداقه جامده جدا بالاستاذه هدى عبد الصمد. فهي قالت ان احنا عايزين نساعد البنات ونعمل لهم تركيبات صيدلانيه. حلو. هي الفكره جت من هنا يعني. بحيث ان كل البنات دلوقتي عندها مشاكل كتيره قوي، اللي عايزه كريم تفتيح للبشره، اللي عايزه كريم تفتيح للمناطق الحساسه، عندها مشكله تساقط الشعر عشان الضغط والستريس الستريس والضغط اللي احنا على طول اليوم اللي احنا عايشين فيه، بس كمان اختلاف يعني التغير في الهرمونات اللي عندنا يعني. بس فمن هنا جت الفكره، وعملنا فعلا يعني احنا عندنا اصلا تركيبات ثابته صيدلانيه. تمام. فنفذنا منها تركيبات صيدلانيه. تمام. تمام تمام. نفذنا طبعا، قدرنا نوصل تركيبات صيدلانيه مميزه جدا. والحمد لله نجحنا فيها، يعني الناس اللي لا بصي كل الناس بتشكر في التركيبات بتاعتك. بصراحه ما شفتش حد قال كومنتس صغير على التركيبات. فقلنا بقى لا احنا عايزين نعرف ايه التركيبات دي، وازاي بتعالج الشعر بطريقه يعني سهله وما بتاخدش وقت، والناس بتحطها بامان وما فيهاش ضرر على الشعر. فالحاجات دي لما تجيبيها مثلا من بره. تمام. مش عايزه اقول لك المبلغ يعني. لا المبلغ بيبقى كبير جدا وما بتديش النتائج المطلوبه في شهر. يعني احنا بنقول مثلا البشره بتاعتنا هتتفتح في خلال شهر. تمام. سواء الاماكن الحساسه، البشره والجسم عامه. تمام. كمان عاملين تركيبه لاثار الحبوب. تمام. للحبوب واثارها بتعالج برضه في خلال شهر.
يعني انت بتحطي نقطه كريم على الحبايه الموجوده عندك، سواء بقى طالعه بطريقه هرمونيه او هي طبيعه بشرتك ان هي بتطلع حبوب كتيره. تمام. فبتحطي عليها من تاني يوم تالت يوم ما شاء الله يعني النتيجه بتبقى طبعا بتختفي. اه طب انا عايزه اقول لك، انا لما بروح مثلا بروح صيدليه اقول لهم عايزه كريم للبشره، تمام، بختار ماركه براند علشان براند عشان يعني ايه اضمن اللي ايه ما يجيش حاجه في الالتهابات والقصص دي، فبجيب بختار حاجه معينه معروفه طبعا بمبلغ جامد جدا. تمام. فانت لما تيجي دلوقتي تقولي لي التركيبات اللي عندك بتعالج في خلال يومين، وطبعا ما تجيش طبعا ربع المبلغ اللي انا بشتري منه. لا هي اسعارها طبعا رمزيه جدا يعني. احنا مبارك. كنا بنفكر ان احنا نساعد الطبقات اللي هي ما بتقدرش تشتري كريمات غاليه. تمام. يعني انا ما اقدرش مثلا استمر على كريم بشتريه ب 400 جنيه او 500 جنيه، صعب عليا ان انا اشتري في ضمن طبعا الاحداث الموجوده دلوقتي والازمه المعيشيه اللي احنا بنعيشها. وكمان بيبقى عايزين حاجه عايزين حاجات على قد الايد، فهي اسعارها بالنسبه طبعا للنتيجه بتاعتها رمزيه جدا. يعني حاجات بسيطه هي، بس المنتج بتاع تساقط الشعر عشان بيوقف تساقط الشعر في 5 ايام. الرينج كام كده؟ قولي لي. تمام اوكي. احنا عندنا كريم اللي هو المون برايت. المون برايت ده لتفتيح البشره والاماكن الداكنه بس. تمام تمام. عباره عن كولاجين وفيتامين سي وبعض الفيتامينات برضو اللي بتغذي البشره. طبيعي. حاجات طبيعيه. هي مش تمام. حاجات طبيعيه، حاجات طبيعيه كده. اهو تمام. تمام. ده المون برايت، هي دي تركيبات صيدلانيه من محتويات الصيدليه. تمام. يعني مش خلطه طبيعيه انا عاملاها في البيت، لا دي تركيبه من محتويات الصيدليه نفسها. يعني تاخدوه بامان يا جماعه. يعني كلها سيفد على البشره. امان. تمام. ده عامل 140 جنيه بيقضيها لمده شهر. كنت لسه هقول لك. لان هو النقطه منه بيقضي فتره. لا النقطه كمان منه بتفرق. تمام. يعني هي تحط حاجات قليله كده بتدهن وشها مره قبل ما تنام بالليل في الضلمه. حاجات قليله على البشره. ده بالنسبه للمون برايت اللي هو كريم لتفتيح البشره والاماكن الداكنه. تمام. تمام. وعندنا كريم الثاني الاكني ريز، هو نفس الشكل برضو. تمام تمام. ده برضو الكريم للحبوب واثرها. بتحطه مرتين في اليوم، بتغسل الاول بصابون الكبريت مش غسول. تمام. عشان صابون الكبريت. الصابونه بتبقى افضل عشان هي بتبقى يعني ايه انتي بكتيريال اكتر من الغسول. تمام تمام. فبننصح بصابون الكبريت بتاعت نيتروجينا، وبتحط على الحبايه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. حلو قوي. حلو جميل. ها. وعندنا كمان اللي هو ده انا اتعمدت ان انا اجيبه من غير ستيكر عشان ابين لك ان هو تركيبه صيدلانيه. بس انا عامله لها يعني ايه، عامله لها ستيكر عشان الناس تعرفوها باسمها. شم ريحتها كده، جميله يا جماعه جدا جدا. شم ريحه حاجه طبيعيه ولا حاجه طبيه؟ لا 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 طبيعيه، هي طبيه اكتر. ده ايه بيعمل ايه بقى؟ ده احنا بنقول الفيمي برايت للاماكن تفتيح المناطق الحساسه الاندر ارم والبكين. بيتحط مرتين برضو، مره الصبح ومره بالليل مع تعليمات احنا بنقولها. يعني انا ما بسيبش الحاله، مثلا ما بيجي لي واحده عايزه تطلب اي حاجه من دي بتسالني على الشات على الفيسبوك، انا بتابع معاها من اول مره انت بتعملي ايه، بتستخدميه ازاي، بتحطيه ازاي، لو في اي مشكله بترجع لي. بس لو في اي مشكله بترجع لي. تمام تمام. لا قولي لي بقى. بتاع الشعر بقى. ده الانتنسيف هير. تمام. ده لعلاج تساقط الشعر. بيعالج تساقط الشعر في خلال 5 ايام. 5 ايام. بس بتستمر عليه لمده شهر. 5 ايام بس، لازم تاخدي الكورس لمده شهر كامل. شهر كامل بعد كده بتوقف تساقط الشعر. هو خالص. بيوقف. انا طبعا هو ليه طريقه استخدام معينه في اول 5 ايام انا بقول لها عليها، مع شامبو معين يحبذ ان هو يجي لانه بيبقى خالي، مثلا شامبو طبي خالي من السولفيت والكلام ده كله. عشان ما يبقاش مضر على الشعر. تمام. بتغسله بطريقه معينه، بتحطه بطريقه معينه لمده 5 ايام. بعد كده هي بتصور شعرها قبل وبعد وهي مسرحيه. تمام. فانا بقول لها بقى بتمشي بقيه الشهر ازاي، يعني بتمشي بقيه الشهر قد ايه. حلو قوي يا جماعه. الواحد ده بياخد كورس 3 شهور عشان موضوع زاد تساقط الشعر. تساقط الشعر ده مشكله الجيل كله عند بيشتكي كل البنات منها. يعني عند كل البنات موضوع التساقط. طب قولي لي الاسعار. سعره كام برضه؟ تساقط الشعر عامل 300. 300. تمام. المون برايت اللي هو تفتيح البشره والاماكن الداكنه ده ب 140. الاكني ريز
حب الشباب ده عامل 110. تمام تمام. اغلى حاجه فيهم اللي هو الفيمي برايت اللي هو بتاع المناطق الحساسه، لان هو بيطلب جدا يعني. وهي تكلفته غاليه عامه، هي كلها من منتجات الصيدليه، تركيبات صيدلانيه منتجات الصيدليه نفسها. طيب هل عندك منتجات تانية ولا بتعملي منتجات تانية ولا هي لا دي؟ لا هي دي المنتجات بس اللي انا عملتها بس. عندي بقى انا واختي احنا عاملينها انا واختي، يعني هي دكتوره زي برضو صيدلانيه دكتوره هدى. عندها عياده اسمها بايوميرا. بايوميرا دي بقى بنهتم بيها بقى بجمال الشعر. فين بقى مكانها فين؟ في عمارات صقر قريش مساكن شيراتون. عمارات صقر قريش مساكن 112 عمارات صقر قريش مساكن شيراتون. تمام. قولي لي بقى لو حد عايز يتواصل معاكي للمنتجات دي هتبقى على صفحه سوكا، حكايات سوكا. لان هي طبعا ليها الفضل ان احنا يعني طلعنا بالمنتج ده، هي صاحبه الفكره يعني. يعني كانت عايزه تساعد البنات، بتلاقي مشاكل كتيره فكانت عايزه تساعدهم بحاجه يعني ايه مضمونه. طبعا قبل ما نديها للبنات احنا جربناها وحصل لا ما انا بقول لك حته الناس دي بتشكر، لا الناس بتشكر كتير فالحمد لله مضمونه يعني. الحمد لله مضمونه. واسعارها كمان يا استاذه داليا طبعا طبعا ولا حاجه بالنسبه اللي احنا بنجيبه، مش عايزه اقول لكم بيجي الاحباط احباط يعني. انا بعد ما شفت ده ندمت اللي انا كنت بجيب اللي بره يعني. خلاص ان شاء الله هبقى معاكي على طول في المنتجات دي ان شاء الله. طب خلاص بصوا بقى، يعني كل اللي عنده مشكله في الشعر، كل اللي عنده مشكله في البشره هتواصل مع جروب حكايات سوكا الدكتوره ندى امام. تمام. ويطلب المنتج بتاعها. تمام كده. والجروب ما شاء الله في ادمن زي الفل هيتواصلوا على طول معاها. تمام. متشكره ليكي جدا. شكرا لحضرتك والله. وان شاء الله مش هتبقى اخر فقره، وهنستضيفك تاني تقولي لنا على الحاجات الجديده بقى، تعملي لنا حاجات جديده اكتر. خلاص ان شاء الله باذن الله. ميرسي ليكي. هنطلع فاصل ونواصل فقراتنا. ورجعنا لكم دلوقتي من الفاصل، ومش عايزه اقول لكم اللي هو قدر يخلص العزومه في وقت قد ايه. ده انت ما كملتش نص ساعه وخلصت الدنيا كلها. ايه ده، ده انا قلت لي يعني عمرك ما هتخلص. لا ما شاء الله. قول لي بقى عملت ايه بقى كده؟ عملنا رز البسمتي اللي احنا قلنا عليه. وعملنا هو خلص ولا لسه؟ هو رز البسمتي كده خلاص خلص. تمام كده خلص. طبعا يا استاذه دلال انت عارفه ان رز البسمتي انواع. واهم حاجه في الرز البسمتي ان هو يتغسل كويس. تمام. مره واثنين وثلاثه علشان النشا اللي فيه. اول مره مش هينفع اسيبه في الميه. بتنقعه شويه. ما هو لازم يتنقع شويه، بس بنقعه مره وبصفي الميه وبنقعه مره ثانيه. تمام. علشان المره الاولانيه النشا اللي فيه ممكن بعد ما يستوي هتلاقي فيه ايه؟ في الطعم هتحسي بطنه في الطعم. فلازم يتغسل مرتين. وبشتغل بيه طبعا. انا نزلت بالزيت عادي او زيت الزيتون. تمام. ونزلت ظبطت الشوربه بتاعتي. انا عملته بلون. اللي هو الكركم، لون الزعفران. الكركم والزعفران. لون زعفران. بس انا اسمع الزعفران غالي قوي صح ولا هو غالي؟ بس انا عملت بلون الزعفران. انت حطه يعني عينه كده، ما تحطوش ما هو حاجه هو عينه بسيطه. تمام تمام. وظبطه شربته. هو العاده كل رز البسمتي بياخد كله ونص ميه، ده مش كله رز او على حسب اللي بيعمل. انا طبعا في الافراح لما اعمل 20 كيلو او 25 انا ممكن في الحاله اللي انا شغال بيها بقدر احدد المعيار بتاعي. خلاص. بس الطبيعي مثلا، طب نقول مثلا في البيت الكوبايه الرز البسمتي بياخد قد ايه ميه؟ تاخد كوبايه ونص. كوبايه ونص. تمام ماشي. رز يكون منقوع كويس تاخد كوبايه ونص. انا تمام. طبعا مش بعارب الكوبايات على حسب شغلي، اللي بعارب الكوبايه بياخد كوبايه ونص. حلو. كوبايه الرز تاخد كوبايه ونص ميه. هو كده خلص ولا لسه؟ لا كده خلاص الرز خلص. خلاص خلص. تمام ماشي. هو كده الرز بتاعي خلص. كبده؟ دي كبده. زي طريقه الكبده الاسكندراني بالظبط. هو كده الرز بتاعي خلص. الكبده دي زي الكبده اللي احنا بنجيبها في العيش الكيلو. دي كبده بلدي. بالظبط كده. طبعا انا حاطط هنا في ليمون وفي حبان وفي ورق لورا، كل دي حاجات صحيه انت عارف. كل دي اعشاب. طبعا. تمام. بس انا كده الكبده خلاص معايا. خلاص كمان خلصت؟ لا خلاص يعني دقيقتين ان شاء الله. طب نغرف كده الرز. طيب تمام. هاتوا بقى طارق المساعد. ما فيش مشكله عادي. الجميل اللي عندك. هاتوا طارق الجميله. بس انا هطلع ايه؟ عايزين كده نوري الساده المشاهدين الحاجات اللي احنا عملناها في خلال الحلقه. يعني سريع جدا ما شاء الله عليه فعلا. تخصص عزومات. العزومات عايزه السرعه.
مش احنا مثلا لما ندخل البيت نعمل صنف نقعد ساعتين ثلاثه والمواعين بقى والقصه دي. طيب هنغرف الرز وبعد كده نعمل الكاستر. تمام. ثلاث طرقات المعلقه كبيره. ده كاستر كمان صح؟ ده كاستر. كاستر ده يتحط بقى ويتحط في الثلاجه بقى. يتحط في الثلاجه عادي، هو هيشد على طول، في ناس تعمله خفيف في ناس تعمله تقيل، بس هو بيخش الثلاجه. تمام. وفي ناس بقى بتزوق وشه بقى على حسب بقى امكانيات كل بيت بقى. تمام. حاسس الكبده عشان ما تقعش منك. عادي الحاجات اللي فوق دي كلها احنا ممكن نشيلها عادي. تمام. لا باين باين طبعا اللون بتاع الرز. ممكن اطلع دي خالص. بعد كده ريحته مش عايزه اقول لكم، ده ما يعتبرش رز يعني، ده ايه ريحته جميله فعلا. تسلم ايدك. جيبي كمان طبق. ده ايه ده؟ ليمون. ده ليمون. ده ليمون. ليمون مجفف. ده ليمون مجفف. الطبق كمان اخر. انا بالنسبه للكبده اخر حاجه ارميها الفلفل الالوان، هي خلاص انا ما حطيتلهاش لحد دلوقتي اي توابل لسه، هحط التوابل كلها في الاخر. التوابل بتحطها في الكبده في الاخر خالص. في الاخر خالص. تمام. انا ما حطيتش غير الثوم. والحاجه اللي اشتغلت بيها بس. ماشي تمام. هي كده خلاص الكبده ولا لسه فيها شويه؟ لا خلاص لسه فيها شويه صغيره. تمام. بالنسبه للحبان والورق اللي ورا ده كله ممكن احنا نشيله في الاخر يعني، هو بس حاجه بتتحط ارفع الطاوله خلاص. تمام. زي طعم. طيب تمام نكسر مع بعض. ماشي. طارق الكسر دي متقلب كويس؟ ماشي. خلاص مش شرط. بسم الله. هننزل واحده واحده علشان ما يعملش كتل معايا. هي الحله نفسها كان فيها ايه؟ كان فيها ميه وسكر. ميه وسكر. انا حاطط كيلو ميه. كيلو ميه بياخد نص كيلو سكر. تمام. يبدا يتقل معايا؟ على طول ده تقل على طول. مجرد بس اللي هو شم النار. شم النار بس عشان عاليه شويه. انا بخاف بقى من الحاجات العاليه في كده ممكن بتحرق ال حط ميه. لا النار بس عشان عاليه شويه فهو ايه تقل بسرعه عادي. أوكي. ممكن نخفه بشويه ميه. لا هات ميه هات الازازه عادي. هات الازازه. تمام. الدقلاله دي دول اللي هو خلاص يعني كده هو خلاص هو اساسا بيستوي بسرعه بس هي النار عاليه. النار دي واطيه شويه. تمام. بعدين نحط بعيد كده. شوف ما كمان طرق. المفروض النار بتعمل على النار واطيه. خلاص انا كده. هو عامه المهلبيه الكاستر هو رز بلبن كله بيبقى محتاج نار واطيه نار هاديه عشان يستوي بس وكده خلاص. تمام. وكده الكاستر استوى معايا. مش ناقصه اي حاجه، هو المفروض نار هاديه بس يعني انا لازم برضه اشتغل على اي حاجه نار عاليه اشتغل نار واطيه اشتغل. كده انا تمام مكسر معايا. ماشي اوكي. طب تغرفه بقى؟ كده خلاص. تمام. خلينا نخلص بقى كده. انا كده كده خلاص معايا. تمام. ملح. حسب الرغبه الملح. كمون مش هكتر سنه بسيطه. انا حطيت توم والتوم اساسي. انا في اي حاجه بشتغل بالثوم طعم وريحه. لا ريحه طبعا واصله لي حاجه فظيعه. بص الثقل بتاعه ايه انا عامله تقيل شويه علشان هو ايه هيتاكل على طول. هناكله هيتاكل على طول ان شاء الله. هنا فلفل الالوان على طول. تمام. حاجه كده لزوم كويس وفي نفس الوقت بيدي شكل. بقى اللي بتحب الحاجه تبقى حراقه قوي بتحط فلفل. في انا حطيت. حطيت؟ حطيت حطيت فلفل رومي وحطيت فلفل اخضر. تمام. بس عاد عشان مصدر ممكن نحط تاني. هو كده يعتبر. مش عايزه اقول لكم حاجه كده عايزه اجيب عيش فيه وافتح واكل. هو كده يعتبر خلاص. انا كده خلاص يعتبر معايا استوى. في بقى معلش انا جايب زبده بلدي معايا في الاخر خالص بعد ما الحاجه بتستوي بنطعم بيها الاكل. انا حطيت في الرز وهحط في الكبده. يعني انت حاطط في الاول معلقه زيت. حطيت زيت وحطيت زيت زيتون وحطيت معلقه زبده. طيب ماشي. ولما بتخلص خالص لما الكبده لما بخلص خالص دي بقى بتبقى زبده بلدي. زبده بلدي شايفه كده بتحط ايه؟ بحط معلقه ونص معلقه عادي على حسب الكميه اللي معايا. بتديك تيست عالي. بتدي تيست عالي طعم مش اكتر. تمام.
انا كده خلاص الكبده معايا يعتبر خلص. خلاص بقى نحطها نغرفها. ماشي اوكي. سن الزبده يلا عشان الوقت عندنا خلاص. طيب تمام تمام نغرفها بقى. طيب تمام خلاص هي كده تمام. طيب فين الطبق بقى اللي هنغرف فيه الطبق الكبده؟ وقت المعلقه ماشي. الكبده مش بتاخد سوا يعني ما بتاخدش وقت. ما تاخدش وقت لا. هات المعلقه كده خلاص الكاستر ماشي. عندك انت الحاجه خلاص كده عمل معلقة. كان هي اللحمه كان سالقها الرز بسمتي عملها اهو كده الكاستر عمله الكبده عملها يعني خلص ما شاء الله عليك. مفيش معلقه اكبر من دي عشان ماشي عشان الوقت بس فيه؟ عشان كده خلاص كده ماشي. اي حد بقى عايز هيعمل عزومه او عنده مناسبه سعيده عنده خطوبه فرح عقيقه فورا يروح للشيف اسلام طه فعلا هينقذكوا من العذاب والقصص دي خالص يعني. هات طبق كده. مفيش مش هطبق مش صغير عادي. خلاص عامة انا كده خلاص عشان الوقت. هات طبق صغير عادي طارق في دي. الكبده اهو واللحمه الحاجات اللي انتوا بتحبوها في الافراح. طبعا عايزين ديك رومي بقى عايزين الكلام ده هو بيعمل كل انواع كل الاصناف على حسب امكانيات صاحب كل الفرح. طيب هو الوقت جري بينا جدا. طيب معانا وانا بشكركم بس يا رب نقدر ان احنا نكون قدمنا حاجه كويسه للناس. المساعد بتاعك عندك مستقبل قدامك كبير يعني تمام. وخلاص كده فقراتنا خلصت واستنونا ان شاء الله في الاسبوع الجاي حلقه جديده وفي مفاجاه الاسبوع الجاي فهتروحوا فين الاسبوع الجاي الساعه 11 تفتحوا التلفزيون. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.